ده هنقول كل دايجرامز المنهج وهنشرحها بسرعه. هنبدا بالنيرف الاكشن بوتنشال، ده رسمه الاكشن بوتنشال اوف ذا نيرف. ده الريستنج ميمبرين بوتنشال نيجاتيف 70 وليها سببين، سيلكتيف بيرميابيليتي 93% وصوديوم بوتاسيوم بامب 7%. هندي ستيمولس على الممبرين ده ثريشولد، هيبتدي يدخل الصوديوم من خلال الفولتج جيتد صوديوم تشانلز عند نيجاتيف 63. سم فولتج جيتد صوديوم تشانلز هتفتح عند نيجاتيف 55، كل الصوديوم تشانلز هتفتح. راجع من النظري الام والاتش جيت كل واحده فيهم بتفتح وتقفل امتى. بعد كده باللون الازرق ده الرابيد دي بولاريزيشن لغايه لما نوصل للبيك زائد 35 او ريفرسال اوف بولاريتي. الدي بولاريزيشن خلص والاسود ده هو الري بولاريزيشن. في البدايه 70% من النيجاتيف تشارجز على الاوتر سيرفيس استبدلناها ببوزيتيف تشارج، وسبب الري بولاريزيشن هو دخول خروج البوتاسيوم من الانر جيت او الان جيت اوف سلو فولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز. طبعا الخط المنقط ده بيمثل تكمله الراستنج ممبرين بوتنشال. بما ان البوتاسيوم تشانلز بطيئه في قفلها يفضل البوتاسيوم يخرج اكتر واكتر لغايه لما يخلي الفولتج ديفرنس بين جوه وبره 80 ملي فولت. هنا هيحصل هايبر بولاريزيشن والاكسايتابيليتي تقل. عشان نرجع تاني للراستنج محتاجين صوديوم بوتاسيوم بامب تخرج 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم. عايز اقول حاجه مهمه جدا، لما اقول لك ايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال هترسم الرسمه وكل مرحله هتقول الايون اللي دخلت او الايون اللي خرجت، وكمان هنقول الريفراكتوري بيريودز. دايما عندنا 4 بيريودز، ابسولوت ريفراكتوري بيريود كل الدي بولاريزيشن واول تلت من الري بولاريزيشن، الاكسايتابيليتي ايكوال زيرو لاي ستيمولس مهما كانت قوته. ريلاتيف ريفراكتوري بيريود هو تلتين الري بولاريزيشن، وده يستجيب لسترونج ستيمولس زي النورمال. عندي تو بيريودز باقيين، هنا لما بشاور بالقلم اسمها سب نورمال فيز. النورمال هو الريستنج ميمبرين بوتنشال، انت تحت الطبيعي، انت محتاج سوبرا ثريشولد عشان توصل للفايرنج ليفل تاني. طيب لو انت تحت نيجاتيف 55، نيجاتيف 56 او 57، كل ما تقرب من الفايرنج زي ما بشاور بالقلم محتاج ستيمولس اقل من العادي سب ثريشولد، لان انت في السوبر نورمال فيز. الدايجرام التاني من برانش البلط عندنا الكلوتينج باسواي، انترنسك واكسترنسك باسواي. عملتها لكم بطريقه سهله، كتبتها بالارقام، مفروض في الامتحان هتكتبها بالرومان لتر. فاكتور 3 زائد فاكتور 7 في الاكسترنسك باسواي نتيجه التيشو دامج اكتيفيت فاكتور 10. تفتكرها 3 زائد 7 تساوي 10. intrinsic pathway نتيجة vessel damage هنمشيها descending، 12 ينشط 11، 11 ينشط 9، و9 ينشط 10. المفروض نحط دايرة هنا، دي بتعبر عن ال common pathway. فاكتور 5 وفاكتور 8 والكالسيوم والفوسفوليبيدز اكتيفيت فاكتور 10، دول لا هم تبع اكسترنسك ولا تبع انترنسك. فاكتور 10 يحول البرو ثرومبين الى ثرومبين، الثرومبين اكتيفيت البرو ثرومبين
مرة تانية positive feedback لغاية كمية الثرومبين تبقى كمية كافية. الثرومبين يحول الفايبرينوجين إلى فايبرين، والفايبرين تتثبت بفاكتور 13. دايما أقول لكم على طريقة سهلة كنت بعملها وأنا طالب، اللي بينهي الكلوتينج باس واي هم أول رقمين وآخر رقم. يعني إيه؟ يعني الفايبرينوجين ده فاكتور 1 والبروثرومبين ده فاكتور 2، فواحد واثنين دول اللي يبتدوا ينهوا، وفاكتور 13 هو اللي هينهي بتثبيت شبكة الفايبرين. طب هتقولي طب فين 3؟ 3 و7 اكتيفيت 10. طب فين 4 و5؟ 4 و5 لا تبع انترنسك ولا اكسترنسك. فالطريقة دي هتبقى طريقة سهلة. في نهاية الدياجرام ده لازم تفتكر فايبرينوليتيك سيستم، ازاي نكسر شبكة الفايبرين. البلازمينوجين يتحول الى البلازمين بتلات عناصر. الثرومبين اللي سببت شبكة الفايبرين وساعد على كده يساعد على تكسيرها بعد كده، زائد فاكتور 12 زائد البرودكتس اوف تيشو دامج. يعني البرودكت اوف تيشو دامج و12 والثرومبين هيحللوا شبكة الفايبرين بعد كده ويكسروا البلازمينوجين الى بلازمين، والبلازمين هو اللي دايجست الفايبرين الى فايبرين ديجراديشن برودكت. اول دياجرام في السي في اس اسمه فاست ريسبونس، ده الاكشن بوتنشال اوف اتريال اند فينتريكولار ماسل فايبر. الراستنج ممبرين بوتنشال هنسميها فيز 4 او ده ستيبل راستنج ممبرين. لازم تكون عارف الفاليوز. الفاليو نيجاتيف 90، الفايرنج ليفل عندي نيجاتيف 70. انا عندي فيز 0 بيمثل الدي بولاريزيشن، بنصل الى القمه عند زائد 30. طبعا الامبليتيود بيبقى 120 ملي فولت. فيز 1 هو الري بولاريزيشن، هو فيز 2 وفيز 3 تراي فيزك. عشان كده بنقول فيز 1 سببه خروج البوتاسيوم هو وفيز 3، فيز 2 هو البلاتو. في البلاتو في بدايته بندخل الكالسيوم، في نهايته بنخرج الكالسيوم. دايما لما تدخل الكالسيوم قصادها تخرج بوتاسيوم، لان بلاتو معناها هضبة او قوة الدي بولاريزيشن تساوي قوة الري بولاريزيشن. الكيرف لا هو طالع قوي زي فيز زيرو ولا هو نازل زي فيز 3. دايما افتكر في التلت الاخير من البلاتو في احسن كونتراكشن ويزداد دخول الكالسيوم. في نهاية البلاتو انا عايز ابتدي اعمل ريلاكسيشن بعد كده، عشان كده في نهاية البلاتو نخرج الكالسيوم للأكسترا سيليولر فلويد مش عاوزينه، وكمان نخرج معاه البوتاسيوم بس ندخل الصوديوم. وفيز 4 ارجع تاني للراستنج. الريفراكتوري بيريود في الرسمة دي هتختلف عن رسمة النيرف. الابسوليوت ريفراكتوري بيريود هتطول بسبب البلاتو. عندي فيز 0 و1 و2 وابر هاف اوف فيز 3، اما الريلاتيف ريفراكتوري بيريود هو اللور هاف اوف فيز 3، وعندي برضو سب نورمال فيز وسوبر نورمال فيز زي ما قلنا في فكرة النيرف. في الدياجرام ده هنشرح السلو ريسبونس، وده الاكشن بوتنشال اوف بيس ميكر زي الاس اي نود. الاختلاف الاول ان الراستنج ممبرين كانك طالع مطلع، السلوب ده هو الراستنج اوف اس اي نود. الاس اي نود في فتره راحته
دايما بيطلع امبلس. هنبتدي من نيجاتيف 55 وهنوصل للفايرنج ليفل عند نيجاتيف 45. سبب الراستنج ميمبرين بوتنشال هو دخول الصوديوم ايرلي ودخول الكالسيوم ليت اكبر من خروج البوتاسيوم. خلي بالك الكالسيوم بيدخل هنا من خلال التي او ترانزيانت تشانلز، وبسمي السلوب ده بكذا اسم، اسميه ان ستيبل، اسم التاني بري بوتنشال، الاسم التالت هو دايستوليك دي بولاريزيشن. بصوا على دي بولاريزيشن فيز زيرو، ارتفاعها صغير جدا بسبب ما عنديش فاست فولتج جيتد صوديوم تشانلز. ده هنا الكالسيوم هيدخل من خلال لونج لاستنج كالسيوم تشانلز. نوصل الى البيك عند زائد 10. لو بصينا من البدايه نيجاتيف 55 الى القمه، الامبليتيود 65، لكن في الفاست ريسبونس الامبليتيود تقريبا الضعف 120. ودي فيز 3. فين فيز 1 وفيز 2؟ على قمه الرسمه مجازا. انت ما عندكش بلاتو في السلو ريسبونس، لان البلاتو بتخدم الكونتراكشن. سلو ريسبونس اوف اس اي نود مش دوره كونتراكشن، دوره تنظيم ضربات القلب. اخر حاجه عايز اقولها في الرسمه دي تاثير السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك. السمباثاتيك يسرع الوصول الى الفايرنج ليفل، بصوا زي حركه القلم كده، اما البارا سمباثاتيك ياخر وصولك الى الفايرنج ليفل، لان السمباثاتيك دوره ان هو بيفتح الصوديوم والكالسيوم شانلز وبيقفل البوتاسيوم شانلز فيسرع وصولك للفايرنج، والعكس في البارا سمباثاتيك. الريفراكتوري بيريود اوف اس اي نود لازم تعرفها. الابسوليوت ريفراكتوري بيريود هنا اطول من الابسوليوت ريفراكتوري اوف فاست ريسبونس، ممكن توصل الى تلتين الريبولاريزيشن. ما تنساش الاي في نود في ظاهره مهمه بوست ريبولاريزيشن، ريفراكتورينس حتى بعد ما يرجع للريستنج ميمبرين بوتنشال ما بينقلش الامبلس على طول من الاس اي نود الى الفنتركل.